لقد كان لي الشرف الكبير بقيادة ركب النضال المظفر في الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين طيلة عام وثمانية أشهر. حاولت خلالها بكل ما أوتيت من جهد أن أظل رفيق الطلاب في كافة مشاكلهم، وأن أكون أول من يلبي صوت النداء الطلابي المبحوح سعياً إلى إعادة حق أو رفع ظلم عن أي طالب موريتاني داخل الوطن وخارجه. وعملت مع المكتب التنفيذي للاتحاد من أجل إلغاء بعض القرارات التي كانت مجحفة بالطلاب وشكلت أبرز التحديات للتعليم العالي الوطني. وقد تجسد ذلك بفضل الله ثم بإرادة مناضلي ومناضلات الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، فجاءت القرارات الهامة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمباركة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني. وتم تمكين الطلاب الذين تجاوزت أعمارهم 24 سنة من التسجيل في الجامعة، كما تمت إتاحة الفرصة أمام كافة الطلاب الموريتانيين الراغبين في الحصول على مقاعد دراسية في الخارج حسب معدلاتهم، وتم افتتاح السكن الجامعي وسكن الطالبات بالإضافة إلى زيادة منح الطلاب ب5000 أوقية قديمة، وفتح كليات وتخصصات جديدة وصرف المنح بشكل شهري لطلابنا في الخارج. وهي خطوات نثمنها ونعتبرها بداية لإصلاح فعلي ظل قطاع التعليم العالي ينتظره ردحا من الزمن. وفي هذه السانحة نغتنم الفرصة لنطلب من وزارة التعليم العالي ونوجه الطلب من خلالها إلى فخامة رئيس الجمهورية باسم الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، مطالبين بضرورة الرفع من مستوى التعليم العالي الوطني وتطويره على المستويين الأكاديمي والخدمي، ونؤكد على ضرورة تلبية مطالب الطلاب الملحة، والتي من أبرزها تعميم المنحة على كافة الطلاب وإلغاء معيار السن، توفير تأمين صحي شامل للطلاب، بناء جامعات جديدة في مختلف مدن الوطن، والعمل على تفعيل لامركزية التعليم العالي، صرف منحة رئيس الجمهورية للطلاب خريجي الأعوام 2019-2020-2021 وتعميمها لتشمل خريجي 2022 وكذلك بقية الأعوام القادمة، بناء سكن طلابي للمعاهد الموجودة داخل نواكشوط وكذلك جامعة العلوم الإسلامية بالعيون والمحضرة الشنقيطية بجوجة، مراجعة معايير التنقيط بالنسبة للطلاب الموريتانيين في الخارج، بالإضافة إلى مطالب طلابية أخرى تضمنتها العريضة المطلبية للاتحاد والموجودة لدى وزارة التعليم العالي. أيها المناضلون، أيتها المناضلات، إنني اليوم أودع الاتحاد، وأنا واثق من أنكم ستواصلون في مسار خدمة الطلاب والوطن انطلاقاً من شعار مؤسستنا وإيماناً بالواجب النقابي الذي يفرض عليكم مواصلة الدفاع عن حقوق الطلاب وصون مكتسباتهم. وأجدد دعوتكم إلى أن تكونوا يداً واحدة وأن تظلوا على أتم الاستعداد لخدمة الوطن الذي يستحق علينا الكثير والذي يعلق علينا آمالاً كبيرة في المستقبل. فلتخدموا الطلاب اليوم ولتخدموا الوطن غداً. وكونوا جميعاً عوناً لمن ستنتخبونه اليوم، فستحملونه عبئاً ثقيلاً لن ينجح في النهوض به إلا بتماسككم وإيمانكم بمؤسستكم ونضالكم الجاد. ولن أنسى التنبيه إلى أهمية الدور الكبير الذي قمنا به في الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين بالتنسيق مع شركائنا في دول المغرب العربي، حيث تم إنشاء الاتحاد العام للطلاب وشباب المغرب العربي في المؤتمر العام 11 للاتحاد، وآلت أمانته العامة الدائمة لبلادنا حيث يتخذ من نواكشوط مقرا له.